السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعيد حسين من قناة كنوز من المعرفة. هنكمل اليوم يا جماعة سلسلة تعليم لغة إكسل، البرمجة بلغة إكسل. ماشي يا جماعة. وإكسل ده طبعا برنامج بيستخدم بالنسبة لمعظم العاملين في مجال المحاسبة والسكرتارية، بيستخدم في أغراض كثيرة. احنا شرحنا في الفيديو السابق ازاي نحسب عمرك بالإكسل بالمعادلة اللي احنا شرحناها، وعرفنا ازاي نستخدم المعادلة، وده الفيديو الاولاني يا جماعة، وانا هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو شرحنا فيه بالتفصيل. هنشرح النهاردة ازاي نستخدم هذه المعادلة في تطبيقات اخرى. تابعوني يا جماعة بعد الفاصل، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، ضغط على اشتراك وتفعل الجرس وعشان يوصلك كل ما هو جديد. انتظرونا بعد الفاصل. هنكمل يا جماعة دلوقتي سلسلة تعليم البرمجة بلغة اكسل وشروحات برنامج اكسل. النهاردة هنكمل شرح تطبيق عملي على المعادلة بتاع داتا اف. طبعا زي ما انتم شايفين الجدول اللي احنا عامله دلوقتي مدرسة عرب رمل الابتدائية النموذجية، احنا شرحنا في الفيديو الاولاني ازاي نحسب العمر بالاكسل زي ما انتم شايفين كده، شرحنا كل الكلام ده ورسمنا الجدول وعلمتكم ازاي ترسموا الجدول. ماشي. النهارده ازاي هنستخدم نحسب العمر لو انا عندي طلبه داخله المدرسه، بالنسبه للطلبه اللي هي داخله المرحله الابتدائيه الاولى، لما يكون بالنسبه لاولياء الامور بيقدموا المدرسه بيقدموا الملفات بتاعتهم، هم عاوزين في المدرسه يحسبوا العمر عند بدايه العام الدراسي، اللي هو بدايه العام الدراسي بيبدا من 1/10. ماشي يا جماعه. بحيث ان يكون ان السن عند 1/10 ما يقلش عن مثلا 6 سنين. الجدول ده زي ما انتم شايفينه، المعادله هي زي ما انتم شايفينها فوق، انا هشرحها لكم واعملها لكم من تاني، امسح ده كل ده كده مثلا كلير كونتنت، نتعلم ازاي نمسح اهو، بعدد مسح. ماشي. هعمل معادلة ازاي؟ المعادلة ازاي معايا؟ المعادلة بس زي ما شفنا المعادلة الأولانية فوق اهي، نعمل ديتد انا تساوي، طبعا اللغة لازم تكون انجليزي يا جماعة، ديتد كده اهي. شفتوا المعادلات انكتبت بنفس الصيغه. ممكن يا جماعه انا مجرد ما عملت معادله واحده هنا فوق هنا وعملت الثانيه مثلا تحت هنا، اسحب كده الماوس وانزل هنا، تكرر نفس المعادله مع الاختلاف في التواريخ اهو زي ما انتم شايفين، ويبدا البرنامج يشتغل. طبعا ده تطبيق مهم جدا بالنسبه لمعادله داتا اف، تستخدمه في المدارس، تستخدمه في وظيفه معينه، او تحسب الفرق بين تاريخين اللي هو الستارت ديت والنيو ديت او اللاست ديت. ماشي يا جماعه. طبعا ده مهم جدا، المعادله ديت معادله ممتازه هتفيدكم في اغراض كثيره بالنسبه لبرنامج اكسل. انا هسيب لكم لف الشرح ده اسفل الفيديو، هتحملوه زي الفيديو اللي فات، وهحط لكم المعادلات ان شاء الله شرح صيغه المعادله نفسها، بحيث ان اللي عاوز يكتبها ادي المعادله باينه اهي، هي هتزيد هنا بس علامه الزيرو. المعادله ديت لو انت خدتها
بي كده، ابتديت انا علامه السهو اتغير في الايه المتغيرات بقى بتاعه الخلايا. ماشي يا جماعه؟ طبعا بكده يكون احنا ايه شرحنا تطبيق على معدل الدكتور، وان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمه، بحيث تتابعونا بالنسبه للاكسل، واي حد محتاج اي شيء يسيب لي كومنت اسفل الفيديو. ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للقناه وتعليق، واتمنى لكم مشاهده طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.